منزلين كومباك مطحنة جديدة سينجل دوز اسمها فينو. الترس مالها اللي هو الكونيكال حق الإيتن اللي هو 64 أو 63 ملي. طبعا فيها درجات الطحن من الناعمة جدا التركية إلى الخشنة اللي هي الفرنش بريس. تصميم ممتاز مثل السنجل دوز اللي موجودة أكثرها بالسوق، بس صوتها جدا ناعم. يعني لما طحننا فيها تو الحين ما كان فيها صوت، خفيف جدا. الحين راح نطحن ونسمعها مع بعض. وطبعا نزل منها أو ينزل منها موديلين، واحد مع ميزان لو تشوفون الحين أنا قاعد أضغط، واحد مع ميزان واحد بدون ميزان، فتقدر تختار. وهذه الغطاء وهني تغير درجات الطحن. كومباك فينو. نحط القهوة هني، بعدين لما نحط هني نسوي تير أو يعني تصفير الميزان، نسكر ونبدأ. بسم الله. ونلاحظ الصوت حيل يعني خفيف ناعمة. الحين أظن قاعد أطحن خشن شوية. طبعا إذا وصلت إلى الوزن المطلوب توقف اللي بالميزان، بس النوع اللي بدون ميزان يشتغل لين أنت توقفه. وفيها طبعا اللي هو الشوت أو يعني العنق، ممكن أنك تسحبه وتنظف إذا تبي تنظف عشان ما يبقى أي قهوة داخل. ويرجع مغناطيس، طبعا هو على مغناطيس يمسك بالمغناطيس ويرجع. إن شاء الله قريب تتوفر عندنا. وطبعا هذا اللي أعلنوا عنه في المعرض اللي فات، معرض World of Coffee، الخط الجديد مال كومباك. هذا الK3 وهذا أظن الE5 والE6 ممكن، والE10 والE8 كلها نزلوها بشكل جديد وتقنية جديدة، وبالإضافة إلى عملية التنظيف السهلة جدا اللي هو هذا. لو نشوف بس نفتح هذا ونفتح الثاني بكل سهولة ويرتفع معانا الترس، تقدر تنظف وترجعه ويقفل معاك بسهولة جدا. وهذه الK3 العادية المانيوال، وهذه الK3 الجديدة. شوف الطحنة حتى ما فيها تكتلات، كذلك هذه الE5 بس E5 right؟ إيه هذه الE5 الجديدة أيضا. نجرب طحنتها، ما شاء الله. شوف كيف التكتلات معدومة، سريعة جدا وهادية. يقولون إنها ممكن بعد 3-4 أشهر تنزل إن شاء الله للبيع. أول ما تنزل راح نوفرها عندنا بإذن الله.